بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. الآن سنتحفكم بإذن الله تعالى وبتوفيق منه بذكر بعض ما جاء على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يخص أهل الجنة، وكذلك سنذكر بعض آيات من آخر سورة الكهف. لك بعد نبدأ بحديث مسلم رضي الله عنه عن الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم أن موسى عليه السلام سأل ربه، قالوا ما معناه من هو أدنى مستوى لرجل أو امرأة في الجنة في مقامات الجنة؟ فهذا ما ورد على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال أي الله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، يعني بعد ما أخذت أهلها جميعا. أشنو الرجل لدي بماذا يتميز حديثه مع الله، وكيفاش مولانا سبحانه وتعالى يعني أتحفه وهنأه وبشره بما سيلي ذكره. أش يقول الحديث اللي رواه مسلم عليه السلام عليه رضوان الله؟ هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل، ملائكة تقول له أدخل بإذن ربنا، أدخل بربي. شوية تصوروا أن أنتم الرجل ذاك المذكور ويؤذن لك بالدخول إلى الجنة النعيم اللي فيها السعادة المطلقة المقيمة، لأنك يعني ربي دائما وتسمع يقرأ عليك كلامه والعزيز أي القرآن العظيم الذي لم يستطيع أي كائن أن يدخل فيه أي تغيير، وأنا له الحافظ. نعود إن شاء الله.